الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. الناس يتساءلون في حيرة، ما هذا الضعف الذي نحيا فيه؟ أمة تعيش في ضعف، بتنتقل من ضعف إلى ضعف، ضعف اقتصادي، ضعف سياسي، ضعف عسكري، حتى ضعف مجتمعي. وأي ما تروح لبلد تبحث عن المسلمين فيها، تلقاهم الفقراء، وتلقاهم المحتاجين، وتلقاهم الضعفاء. وتنظر كده نظرة بعيدة من بعيد كده للعالم الإسلامي، تجد منظومة كبيرة قوي لكن ملهاش أثر، مش مؤثرة بقوة، تحس فيها الضعف. تحس بنظر المنطقة الإسلامية كده، دي منطقة صراعات ومنطقة فقر ومنطقة شجارات ومنطقة تخلف اقتصادي وتخلف سياسي وتخلف عسكري وتخلف بيئي وتخلف إنساني. هو مكتوب عن المسلمين الضعف دايما كده؟ هو دايما المنتسب الإسلام لازم يكون ضعيف، الأفراد يبقى ضعاف والمجتمعات تبقى ضعيفة، أي حد يتسلط عليهم والأنظمة تبقى ضعيفة تابعة ليمين أو ليسار؟ طب هو الإسلام ما وضعش علاج للضعف ده، ولا الضعف ده أصل في المسلمين؟ يعني إذا كان كده يعني الأصل في المسلم أن يكون ضعيف، ولا المفترض أن يكون قوي؟ طب والضعف ده له قانون؟ يعني في قانون بيعالج الضعف ده، أو في قانون احنا خلفناه فبقينا ضعاف بهذه الطريقة؟ ياريت لو في منهجية للقرآن وقانون في القرآن بيعيد الأمة من حالة الضعف لحالة القوة، ياريت نعرفه، لأن حالة العالم الإسلامي مزرية، حالة مزرية. ياريت تجيبونا أكرمكم الله تعالى. هذا الضعف بسبب مخالفة، ومخالفة صريحة لقانون. وإحنا بنأكد دايما إن القرآن قوانين، مش مجرد عظات وقصص وحكايات. القرآن قوانين، إذا التزمنا بقانون القرآن عشنا سعداء، إذا تركنا القانون هذا سنأتي بالشقاء. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، فإذا تركنا القرآن تيقنا من الشقاء. لا يجتمع الشقاء مع القرآن، إذا عشنا بالقرآن فلابد من السعادة، إذا ابتعدنا عن القرآن فيقينا سنكون في شقاء. فهذا الشقاء بكل صوره وأشكاله، الضعف بكل صوره وأشكاله، لأن احنا بنخالف قانون القرآن اللي بأكد عليه في كل مرة وإحنا بنلتقي مع بعض، إن القرآن قوانين، يا يعني نستخدم القوانين ونعيش بيها سعداء ونموت بها لله مسلمين أتقياء، وإما نخالف القوانين دي فنخسر الدنيا والآخرة. قانون، والقانون هنا عندي من ثلاث مواد. المادة الأولى بتقول إن القوة كلها لله. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فمصدر القوة الرئيس هو الله سبحانه وتعالى. وما عند الناس وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو المادة الثانية في القانون، إن ربنا ما تركش المؤمنين يستندوا إلى قوته وهم مستسلمين كده، ده قال لهم لازم تستخدموا قانون اسمه قانون الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما قال لهمش خليكم قاعدين وأنا هنصركم وأنتوا قاعدين، لا، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نعم، القانون هذا
يتبعه مادة ثالثة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. يبقى القانون بيتكون من ثلاث مواد. المادة الأولى أن القوة لله جميعا وأن كل قوة منه سبحانه وتعالى. المادة الثانية أننا أيها الملتزم بدين الله تعالى، المتعبد لله تعالى بالانتساب للإسلام، لابد لك من الإعداد. الذي أمرك بالإعداد الله، هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الله تعالى ضمن لعباده المؤمنين الذين التزموا بالقانون وبالدين أن ينصرهم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. والأمة تحتاج إلى هذه القوة لتحمي العقيدة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تحتاج هذه القوة حتى تؤمن الذين يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. تحتاج هذه القوة حتى لا يجترئ عليها العدو من كل حدب وصوب فيفسدون الحرث والنسل. تحتاج إلى هذه القوة حتى تقف في وجوه الذين صنعوا أنفسهم في الأرض آلهة يطلبون من الناس أن يعبدوهم. فإذا غابت القوة أن لهم أن يحافظوا على إيمانهم وعلى عقيدتهم وعلى إخوانهم وعلى المسلمين، وأن لهم أن يقفوا في وجوه من نصبوا أنفسهم آلهة في الأرض. إذا كان الأمر كذلك فتعالوا بنا في جولة لنرى كيف استقام الذين تحققوا بهذا القانون في الدنيا والآخرة، وكيف انحرف الذين خالفوا هذا القانون في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا، أهل الصلاح وأهل التقوى أعدوا. قال الله سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذ القرآن، خذ الدين، خذ السنة، خذ مبادئ الإسلام بقوة، بالتزام، باحترام، بتنفيذ. مش ننسحب من الدين ونتنازل في العقيدة ونتنازل في العبادة ونتنازل في الأخلاق ونسمي اللي تنازلنا منه ده اسمه دين وسطي، الدين الجميل، الدين الحلو اللي ما فيش أحجاب ولا خمار ولا ستر ولا التزام ولا تبعد عن الفواحش، تاكل ربا زي ما انت عايش، تعيشي زي ما انت عايشه بمزاجك، تلبس اللي انت عايزه، مفيش قانون بتتحكم اليه، شغال بهواك. واهم حاجه النيه، والحجاب حجاب القلب، والصلاه صلاه القلب، والتقوى تقوى القلب، والايمان ايمان القلب. ويبقى لا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا التزام ولا قيم ولا دين، ده هوى. اذا التقوى، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما ينفعش ناخد الإسلام بطراوة كده، بإعزاز، لأنه من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. المصلح ما ينفعش يكون ماسك الكتاب بطراوة، واخد آية وسايب التانية، واخد حكم وسايب التاني. المصلح يمسك، يلتزم، يرتبط، يعلن الانفصام الكامل والانفصام الكامل عن العدو، والاتصال الكامل بالله، والاستناد الكامل على الله سبحانه وتعالى. دي قاعدة. القوة تحتاجها الأمة للتبليغ. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نحتاج إلى القوة ليأتي قومنا يأخذوا بأحسنها وينشروها للناس. إذن الكتاب يحتاج إلى قوة لكي نبلغ الرسالة للناس. ثم هذه القوة لما استقام فهم المسلمون هذه المادة قاموا بالإعداد، الإعداد بكل صوره وأشكاله. الذي قال: وأعده هو الله، فأعدوا. ولكن أنواع الإعداد مختلفة. قاموا بإعداد إيماني، والإعداد الإيماني أن تصلح أو أن تصدق في الانتساب لله سبحانه وتعالى، تصدق في انتسابك لربنا سبحانه وتعالى، تصدق في الإيمان به. لذلك لما ربنا أعد النبي صلى الله عليه وسلم في أول رسالته وفي أول تبليغ الرسالة قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إعداد إيماني.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة محتاجة إعداد، ما ينفعش تبقى صاحب الرسالة وانت نايم الليل كله وانت منقطع عن القرآن وانت مالكش علاقة بربنا سبحانه وتعالى. إعداد إيماني. السيدة فاطمة رضي الله عنها بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تحتاج إلى خادم وتعبت وأرهقت من شغل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يروح لها: ألا أدلك على خير من هذا؟ إيه اللي خادم؟ عايزة خادم مش حكاية يعني. قال: تسبح الله 33 وتحمدي 33 وتكبري 33 قبل أن تذهبي إلى مضجعك، فهي خير لك من الخادم. قوى الإيمانية أغلى وأعلى وأرفع وأقيم. إعداد إيماني لكن ما اكتفاش به، وإعداد بدني. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما قالش تقتلون به، لكن طول ما أنت عندك إعداد هو هيعرف مقامك فيقف. لكن لما يعرف أنك ضعيف وريحك ذهبت وقوتك ذهبت، كل من هب ودب هيتطاول عليك. ترهبون، هو مش هيفكر. علشان كده الإعداد هو اللي بيوفر الدماء، الإعداد هو اللي بيحفظ الدماء. لكن لما الإعداد يغيب، يموت 2 مليون، يقتل 2 مليون في العراق مفيش مشكلة، تقتل ملايين في اليمن مفيش مشكلة، تقتل ملايين في فلسطين مفيش مشكلة، تقتل ملايين في الأمة، ونحن بنحافظ على الدماء. احنا أهدرنا الدماء لما غاب الإعداد، أهدرت الدماء، فأصبح أرخص دماء في العالم دماء المسلم. يا أخواني، دماء الحيوانات تقوم لها جمعية حقوق الحيوانات في الغرب، أما دماء المسلمين فلا بواكي لها. الإعداد المالي، الإعداد المالي. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر أقام السوق حتى لا يكون المسلمين عالة يتسولون. إقامة السوق الاقتصادي، وأمرهم بالبيع والشراء، وأحل لهم البيع وحرم عليهم الربا، وحثهم على العمل وعلى التجارة وعلى البيع. إعداد مادي وإعداد علمي. يكلف سيدنا أنس بالتعلم، وسيدنا زيد بن ثابت باللغة، وسيدنا معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. إعداد علمي. نحتاج هذه القوة لنضحي في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قوة، يجاهدوا في سبيل الله، يبيعون أنفسهم لله سبحانه وتعالى. إذا حدث ذلك، استخدام القوة كذلك الأمة بتحتاجها في الإعمار، في استعمار الأرض، في إقامة الدين. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من أجل أن نستعمر الأرض ونقوم بواجب الخلافة، يجب علينا ساعتها أن نستخدم هذه القوة وأن نتحلى بتلك القوة حتى نقوم بواجب الاستخلاف. فإذا غفلنا عن القوة فنحن همل أصفار، لا قيمة لنا ولا مكانة لنا. حينما تتملك الأمة القوة فإنها تتملك أداة الرحمة. شوف ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يرحم بها القوة دي، احنا بنرحم بها المؤمنين. عشان كده الناس اللي اختاروا هذا القانون وساروا به عرفوا أن القوة يساعدون بها المسلمين، مش بيفتروا بها على المجرمين فقط، بيساعد بها الأمة. شوف ذو القرنين لما امتلك القوة الناس محتاجاه فيقدر يساعدهم. قالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وشغلهم، واستخدم القوة دي لإعانتهم، واستخدم القوة دي لدفع الظلم عنهم، وأقام لهم السد. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. القوة تستخدم لحماية الأمة ولمساعدة المحتاجين ولإجابة استغاثات المستغيثين. لكن إحنا الناس بيستغيثوا بينا، والفقراء بيستغيثوا بينا، والضعفاء، وإحنا مش عارفين نقول حاجة، وقاعدين كلنا نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يقضي الظالمين. ونعتقد لو ربنا يقضي الظالمين أكيد ياخدنا معهم. القوة بتحتاج كذلك لردع الباطل. عشان الباطل ما ينتفش ويتجبر ويطغى لازم حد يقول له أقف،
يقول تعالى في وصف المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. مش لما حد يبغى عليه يقول له الله يسامحك، لما يصوب البغي ينتصر، يرد البغي حتى لا يطغى على جميع الناس، حتى لا يزداد البغي، حتى لا يزداد العتو. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن يسمع: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض. هم اللي بدأوا، هم اللي ظلموا، لكن من انتصر، من رد العداء، من رد البغي، فقد تحقق بصفات المؤمنين. نعم، نحتاج الأمة إلى قوة العلم وقوة العمل حتى تكون أمة قوية كما أراد الله تعالى. أما الذين ساروا بعيدا عن قانون القوة واستضعفوا وهانوا على أنفسهم، فهانوا على الله تعالى فلم ينصرهم، اغتروا بقوتهم، اغتروا بما عندهم، البعض اغتر والبعض سلم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. الناس لما تبقى عندهم قوة وعندهم أسلحة وعندهم عتاد بينسى إن في إله. طب بعض الناس لما يبقى عنده سلطة يقول لك لو جه الإله أنا هعذبه، طغيان كده. ربنا بيقول كده: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا، هذه الريح أزالتهم من على الأرض، لم يحتاجوا إلى جيوش. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الذين خلفوا هذا القانون تجبروا وتكبروا بأموالهم وظنوا أنها ستخلدهم. يقول تعالى على أحد هذه النماذج: إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. تفرح يعني تتكبر، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ولكن لم يستجب فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. المال لن يستطيع أن ينصره، والقوة لن تستطيع أن تنصره، القوة لم تستطيع أن تمنع فرعون من غرق، ولم تستطع كذلك أن تمنع قارون من الخسف فخسفنا به وبداره الأرض. يا إخواني، القوى العالمية تصاغرت أمام الكورونا. الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية والأسلحة النووية، كل هذه الأسلحة، كل الناس اختبأوا خلف الكمامة واختبأوا خلف الحظر واختبأوا خلف الخوف. نعم، جنود الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم. إذن الذين خاضوا وعاشوا الدنيا وطغوا بها طحبت أعمالهم ولا يكن لهم عند الله شيء. ومن هنا فالأمة حينما لا تأخذ بأدوات القوة فإنها تضيع، تصبح حذرا. قال صلى الله عليه وسلم يصف هذه الحالة وكأن الحديث يقال اليوم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، أو يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة مش قادرين يتفهموا الحالة، هو احنا ازاي يعني؟ كيف تتداعى الامم علينا وتاكلنا كده كما يتداعى الاكله على قصعتها؟ فقالوا ممكن نكون قليلين يعني، ده ما فيش الا كده. او من قله نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير غثاء.
كغثاء السيل. غثاء، لسنا أصحاب قوة علمية ولا قوة اقتصادية ولا قوة عسكرية ولا قوة مجتمعية، غثاء كغثاء السيل. ومن آيات الغثائية: ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، لأنكم غثاء، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. إحنا هنبقى ضعاف رسول الله. الصحابة قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا خلانا لا نعد، حب الدنيا تمسكنا بالحياة الرغدة، حب الدنيا خلانا نبتعد عن التضحية ونبتعد عن المدافعة ونبتعد عن المجاهدة، وأصبحنا أتباع أصفار. أمة تقترب من المليارين لا كلمة لها ولا قوة لها ولا أثر لها، أمة غثاء غثائية لم تتشرب قانون الإيمان وقانون القوة وقانون الانتساب لله: خذوا ما آتيناكم بقوة. فلما تترك هذا القانون وتيجي تقول: إحنا ضعاف ليه؟ إحنا العدو بيجترئ علينا ليه؟ لأن إحنا تركنا القانون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. نحتاج إلى القوة لحماية الدين وحماية الدعوة وحماية المؤمنين وحماية الحق ونشر هذا الدين والقيام بواجب الاستخلاف. لما تغيب القوة ولا واجب من ده نعرف نعمله، وبالتالي يبقى ضعاف أصفار غثاء. والغثائية ليست من صفات المؤمن أبدا، حب الدنيا وكراهية الموت. مما يعين على الخروج من حالة الغثائية أن نرجع للقانون، وأن نعيد مرة أخرى صناعة القوة. صناعة القوة الإيمانية المتحركة، مش القوة الإيمانية النائمة، مثل انسحاب من الميدان والاختباء في المعتكف أو في المسجد أو في البيت. ماليش دعوة بالناس ولا بالدنيا، انت نازل هنا للدنيا. ربنا جعلك خليفة في الأرض مش في السماء، فخليفة في الأرض تصنع وتبني وتعمر وتجاهد في سبيل الله بإقامة الحق. إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى الإعداد هنا إعداد، إعداد علمي وإعداد بدني بكل صور الإعداد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نبني أمة تعتز بدينها، تعتز بقيمها. إعداد إعلامي، يبقى عندنا أدوات إعلامية نستطيع أن نصدع بالحق وأن ننشر الحق وأن نتحدث بالحق وأن يرى الناس الحق الذي نحيا به. لكن لما نكون أصحاب حق ومش عارفين نوصله للناس، والناس ما عرفوش عنا حاجة ولا حتى يعرفوا عن مظالمنا ولا عن حقوقنا شيء، وربنا سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال لنا إحنا ورثة هذا النبي، وإحنا أرسلنا الله تعالى رحمة للعالمين. فرسالتنا أين الرسالة؟ أين الرسالة الآن؟ أربع أخماس العالم غير مسلمين، أربع أخماس العالم يعبدون الحجر والصنم ولا دين، وعيسى عليه السلام وزير وغيره، والفيران والعقارب والطوب والصخور. أين حق هؤلاء؟ عليك أنت وعليك أنت وعلى المسلمين. نحتاج إلى هذه القوة، نحتاج إلى الفهم الصحيح للدين، نحتاج استغفار. قال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نعم، الأمة تحتاج إلى الإعداد في مجالها العلمي بصناعة الكوادر، وفي مجالها الإعلامي بصناعة الإعلاميين الأكفاء، وفي مجالها الاقتصادي بصناعة الاقتصاديين الصادقين. فالصدق في الاقتصاد أصبح عملة صعبة جدا، نحتاج إلى رواد اقتصاديين يصنعوا أودية الخير. الأمة تحتاج إلى قوة بدنية، إلى صناعة سلاح، صناعة قوة سلاح، أن نصنع سلاح، وكل عصر له السلاح المناسب ليه. ولما ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، وإحنا نغطي وكأننا إحنا ما سمعناهاش. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ربنا قال لنا كده، قال لنا في سورة الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. من ينصر رسله الله بالحديد وينصر رسله بالحديد بالقوة. إذن الأمة تحتاج إلى أن تعيش بهذا القانون وتحيي في نفسها هذا القانون، ويقوم كل واحد في مجاله بصناعة واد من أودية القوة لتقوم هذه الأمة مرة أخرى
أو لنستخدم في إقامتها مرة أخرى، وإن لم نفعل فإن قانون الاستبدال قائم لا يتغير ولا يغيب، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يقوي أبداننا وأن يقوي صفنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حمل دين الله تعالى مسؤولية عظيمة لا يتحملها المهازيل، ولا يقوم بها إلا من أحسن التأهب لحملها. الضعف جريمة أخلاقية لا ينبغي أن يستوطن في الأمة الإسلامية. قوة الإيمان أساس كل قوة ومصدر كل طاقة وسر بقاء الأمة واستقرارها. القوة تحمي عقيدة الأمة من التغيير، وقيمها من التبديل، وعرضها من الانتهاك، ومقدساتها من الاغتصاب. القوة لا تعني الاعتداء، وإنما تحمي منه وتمنع العدو من التجرؤ على حرمات الأمة ومقدساتها. لا تخلو الأمة من أحد أمرين، إما أن تكون في مواجهة مع العدو في الميدان، وإما أن تكون في إعداد لمواجهته، وليس هناك بعد ذلك إلا القعود والنكوص. لكي تصل إلينا راية الإسلام محفوظة، قدمت الأمة في سبيل ذلك جبالا من الأشلاء وبحارا من الدماء، فلا تكن أنت من فرط في حمايتها ونقص عن نصرتها. أنزل الله تعالى الكتاب والميزان قياما للناس، وأنزل معهما الحديد فيه بأس شديد لينصر به المؤمنون دينهم ويدافعوا به عن نبيهم. لا تملك أي قوة على وجه الأرض دحر قوة الإيمان، لذا تحطمت كل الحملات التي استهدفت الأمة على مدار العصور، وظل الإيمان متجذرا في قلوبها. الضعيف أمير الركب إذا كان الركب قويا، أما إذا كان الركب ضعيفا فلا يصلح معه إلا الأمير القوي. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائماً.